قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن من يدعم إسرائيل بالسلاح هو شريك في المجازر المرتكبة بغزة ولبنان على حد قوله، موضحا بأن هناك خطة وصفها بالخبيثة قيد التنفيذ لن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان. ولفت إلى أن إسرائيل ارتكبت عددا كبيرا من المجازر الجماعية في غزة بعد أن اغتالت هنية في طهران ونصر الله في بيروت. صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا أوزغور أوزال أن البرلمان بحاجة لعقد جلسة مغلقة وبشكل عاجل لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط. من جانبه رحب رئيس البرلمان نعمان بدعوة أوزال لعقد جلسة، وأوضح أنه بالإمكان عقدها داخل البرلمان بمشاركة الوزراء المعنيين لبحث السياسات التوسعية لإسرائيل والإجراءات التي بإمكان تركيا تطويرها بهذا الصدد وفق إعلام من تركيا. ينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا ربيع الصعوب. ربيع، ماذا في أحدث المواقف الصادرة الرسمية طبعا من تركيا حول التصعيد سواء كان في لبنان وحتى المستمر بغزة وفي سبيل المساعدات الإنسانية، أي دعم مقدم أو عن عمليات إجراء رعاية كذلك؟ نعم، بالفعل بخصوص جلسة البرلمان هي حددت في يوم الثامن من الشهر الجاري، أي بعد 3 أيام سيكون فيها وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإضافة إلى عدد من النواب. لم يحدد إذا كانت ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام أم مفتوحة وعلى الهواء مباشرة، لكن هذه الجلسة أكد بأنها ستحصل نعمان كورتولموش رئيس البرلمان التركي. لا تتوقف هنا البيانات الرسمية التي ترفض الإجراءات الإسرائيلية في لبنان وفي قطاع غزة تحديدا، آخرها كان على لسان وزارة الخارجية التي أصدرت بيان قبل ساعات قالت فيه إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية في الوقت الذي تغزو لبنان في انتهاك آخر أيضا للقانون الدولي. سبق ذلك تصريحات للرئيس التركي قال فيها إن إسرائيل وصلت إلى حالة جنونية وهو ما يجعلها ترتكب المجازر في غزة وفي لبنان، وهناك أطماع توسعية لها في كثير من دول المنطقة، حتى أنه قال إن تركيا على قائمة أهداف إسرائيل في المرحلة القادمة، وقال إن بلاده ستواجه أي مشروع توسعي لإسرائيل أو أي محاولة لإعادة رسم خرائط المنطقة مجددا عبر سايكس بيكو جديد بحسب تعبيره. هذا يأتي أيضا في ظل إرسال المساعدات التركية إلى لبنان سواء رسميا أو شعبيا. تتحدث الحكومة عن إرسال ما يصل إلى 30 طن من المساعدات إلى لبنان، لكن هنا المنظمات المجتمع المدني تتحدث عن أنها على استعداد لإرسال 1300 طن عبر 80 حاوية كونتينر ستصل إلى لبنان قريبا، وبالفعل بدأت بجمعها عبر كثير من المناشدات وحملات جمع المساعدات هنا في تركيا. هذا يأتي أيضا في ظل الحديث عن عمليات إجلاء يتم العمل عليها وفق ما أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، فإن الخطط اكتملت تماما والآن بانتظار الخطوة الأولى لإجلاء المواطنين الأتراك من لبنان. ويبدو أن ميناء مرسين سيكون أيضا نقطة عبور للسفن القادمة من ميناء طرابلس اللبناني باتجاه تركيا، وليس فقط للأتراك بل كثير من رعايا الدول الأجنبية الذين قرروا السفر عبر البحر سيصلون أيضا إلى مرسين. وبالفعل وصل قبل أكثر من 5 أو 6 أيام بشكل مفاجئ ما يصل إلى 300 شخص، جزء منهم أتراك وكثير منهم من مواطني دول غربية ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، وأعلنت بعد وصولهم السلطات عن وصول هذه السفينة التي يبدو أنها نسقت على عجل. لكن لا يمكن الحديث أن تركيا بالفعل بدأت عمليات الإجلاء مع تصريحات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أن الخطط اكتملت والآن يجري الحديث عن تطبيقها على الأرض. طبعا هناك حديث أيضا من الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية وكثير من المسؤولين الأتراك الذين يرفضون الإجراءات الإسرائيلية ويقولون يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن والجلوس على طاولة المفاوضات انسحاب إسرائيل من لبنان ومن قطاع
غزة وجلوس من أجل الوصول إلى حل الدولتين بشكل كامل. نعم. هناك دعوات كذلك لعقد جلسة مغلقة عاجلة بالبرلمان ربيع، هل نعلم أي شيء إذا يعني عن هذا إذا ما كانت ستعقد بالفعل بالقريب؟ نعم بالفعل كما قلت قبل قليل الجلسة ستعقد يوم الثامن من الشهر الجاري أي بعد 3 أيام وفق ما أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولمش وهو ما أيدته المعارضة وسيحضر فيها وزير الخارجية ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين وستنبح ليس فقط الغزو الإسرائيلي إلى لبنان وما يجري في قطاع غزة ربما المطامع التوسعية لإسرائيل في المنطقة والحديث وهنا اعتقاد سائد لدى كثير من المسؤولين عن وجود سايكس بيكو جديدة وإعادة ترسيم حدود المنطقة وفق ما قال كثير من المسؤولين على رأسهم طبعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن بلاده ستتصدى لهذه المحاولات تماما ولن تسمح بفرض نعم واقع جديد وهنا يربط المسؤولين الأتراك ما يجري في لبنان وفي قطاع غزة بما يجري في شمال سوريا وشمال العراق. نعم. شكرا لك ربيع على كافة هذه المعلومات حتى لحظة كنت معنا من اسطنبول.